نتاعنا انه ترجي باش يلاقي الاهلي المصري في الدوره النصف النهائي، وفريق الوداد المغربي باش يلاقي فريق كايزر شيفس الجنوب الافريقي. زوز مقابلات باش تكون في الدوره النصف النهائي للي وروتور 18 و 25 جوان تقريبا، مازال شهر للاعداد للاهلي المصري اللي الترجي عنده معاه تاريخ كبير على مستوى المنافسات. شوف الكوبليك هذا زاد على روي الايون بار بعظمة لسان معين. البارك ما فرغش جمعة الماتش هذايا ما فرغش، علاش؟ على خاطر هذوما يعرفوا عندهم ثقه في الملاعبيه وفي الطاقم الفني على هالريموتادا اللي صارت، معناتها زادت حالات الماتش لانه الترجي خسر 2-2 وتوا ترشحت 6-0. انا نقول لك لو 18 جوان كان عشنا يا ليت كان فما جمهور، الصدرات راهو ماهوش باش يرفع مع الاهلي ما شاليه، لو فما استاد يرفع 100 120 الف راهو جماهير الترجي باش يا سيدي هات يعطيونا نحن في رادس يعطيونا 60,000 اللي عندنا فيهم الحق حتى نبنيو استاد يهزم 100,000. خلينا نكونوا المهم برشا سامحني باش نرجع ونربط محبه الجماهير للنادي نتاعها. صحيح راهو انا قلت لك انا شفت الفيكتوار هذه الاخرانيه كان عندك نداء رئيس الحكومه سيري ذا باعتبار انه فما مقابله. اعطيني على الاقل 20,000 اخوي، حط كرسي لي انا وكرسي في شهاب بعد 300 و 400 ودخل الجماهير بتاع الترجي كل 300 فما واحد، كل 300 فما واحد. يرحم والديك قيس سعيد، ساعدنا يا اخي. وهشام المشيشي زاد هذول عدوا. انا حد قلت رئيس دوله انت. لا قلت رئيس الحكومه باعتبار يا اخي شو قيس سعيد والشيخ راشد وسلم الشيشي والناس الكل والوزاره والبرلمان الطبوبي والناس الكل الناس الكل عاونونا على ماتش 18 خديش يرفع راد 60 يا خويا اعطيونا 20 يرحم والديكم راهو نلعبوا باسم تونس.